ومن هذا المنبر نكرر بأننا بحاجة إلى ترقيتها، ولكن لا نسمح لأي طرف أجنبي أو خارجي مد يده لأجنبي أن يفتح جراحنا ليرجعنا إلى المربع المدني. ومن هنا حركة البناء الوطني تدعو جميع أبناء أمتنا الجزائرية إلى اليقظة ثم اليقظة من محركي الفتن الذين يحاولون هذا الأيام إحياء مواجعنا أيام العصرية السودان من خلال تحريك آلامنا بعد أن تصالحنا. وأعني هنا على وجه الخصوص محاولة القضاء السويسري الأخير لفتح هذا الملف في الظرف قصد الابتزاز وقصد التحرش. إن حركة البناء الوطني لا تبرر الأخطاء الفردية إن وجدت، لكنها لأي حد كان، لكنها تنزه مؤسسات الدولة الجزائرية من الخطأ، وترفض المساس بسيادة هذا الوطن، وترفض أن يجرجر أي كان جزائري إلى أي محكمة أجنبية. نقولها قالت وزارة الخارجية، وها نحن نوجهها باسم حركة البناء الوطني إلى القضاء السويسري وإلى أي كان إذا أراد أن يتدخل في سيادتنا الوطنية.